أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه تغطية جديدة عبر القاهرة الإخبارية نلاحق فيها أبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يجري خلال الساعات القليلة الماضية. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي استهدف عددا من المناطق في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، واستشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل وأصوب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل غرب مدينة خان يونس، بينما دارت اشتباكات عنيفة في منطقة بطن السمين بخان يونس أيضا بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال جنوبي القطاع. ونبقى في خان يونس جنوب القطاع التي تعرضت فيها المستشفيات لقصف مدفعي عنيف من جيش الاحتلال، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعرض محيط مستشفى الأمل التابع له لقصف مدفعي عنيف، كما تقدمت آليات الاحتلال داخل مقبرة النمساوي بمحيط مستشفى ناصر الطبي، كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط المستشفى الميداني الأردني غرب خان يونس. أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل وردينا أنه دون قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 67 لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة، وأضاف بوردينا أن المنطقة بكاملها على فوهة بركان جراء السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة جراء انحيازها ودعمها الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الرافضة لإقامة دولة فلسطينية تؤكد أن هذه الحكومة مصرة على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية. كما أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن جيش الاحتلال يرتكب جرائمه في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، وهو ما يجب أن يتوقف. وأضاف للقاهرة الإخبارية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يدرك جيدا أن اليوم التالي لحرب غزة سيقوده إلى المحاكمة بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. إن في السيرة الذاتية الأمريكية طيلة العقود الثلاث الماضية من المفاوضات ومن الرعاية الأمريكية الحصرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يوجد ما يبعث على التفاؤل بصدقية التوجهات الأمريكية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ولو كان لدى الإدارة الأمريكية أو تلك الإدارات الأمريكية المتعاقبة مثل تلك النية والجدية لإقامة الدولة الفلسطينية لكانت الخطوة الأولى أولا وقف الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بشراكة أمريكية وبعض الدول الأوروبية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة لتكون الأساس لطمأنة الشعب الفلسطيني وتقديم بوابة أمل للشعب الفلسطيني لإنجاز حقوقه المشروعة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها خلال معارك بجنوب قطاع غزة، بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 530 قتيل منذ 7 من أكتوبر الماضي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الصراع ليس على وجود دولة فلسطينية بل على وجود دولة إسرائيلية. وخلال مؤتمر صحفي في تل أبيب أضاف نتنياهو أنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو ما بعد الحرب.
هذا الصراع هو ليس على عدم وجود دولة فلسطينية، بل على قيام هذه على قيام دولة يهودية. كل منطقة نخرج منها نتلقى منها الإرهاب، وهو إرهاب فظيع، وهذا حدث في جنوب لبنان، وحدث في قطاع غزة، وحدث في الضفة الغربية، في مناطق من الضفة الغربية عندما خرجنا منها. لذلك أوضح، في أي اتفاق مستقبلي، باتفاق أو بدون اتفاق، دولة إسرائيل يجب أن تسيطر أمنيا على كل المنطقة بين النهر والبحر. وهذا الأمر يصطدم مع فكرة الدولة، تصطدم مع فكرة السيادة. بالنسبة للأمريكيين، رفضت الضغوط، كافحت هذه الفكرة. رئيس حكومة إسرائيل يجب أن يكون قادرا أن يقول لا حتى لأفضل أصدقائنا، أن يقول لا عندما يلزم ذلك، وأن يقول نعم عندما يكون ذلك ممكنا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مصمم على مواصلة العملية العسكرية حتى يتم القضاء على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين. وبالرغم من تصريحات نتنياهو، إلا أن أطرافا عدة داخل إسرائيل ترى أن نتنياهو يتشبث بتلك المطالب لتحقيق مكاسب سياسية والهروب من الاتهامات الموجهة لحكومته بالإخفاق في تحقيق أي نصر يذكر في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. تلاعب بالكلمات والوقت، هذا هو سلاح نتنياهو السياسي الذي يستغله بأسوأ صورة ممكنة للإبقاء على وجوده في المشهد السياسي. نتنياهو لا يرى إلا نفسه ومكاسبه الشخصية، حتى ولو كان الثمن دماء الإسرائيليين أنفسهم، سواء في تشبثه باستمرار العمليات العسكرية في غزة حتى تحقيق الأهداف التي تأكد الجميع بمن فيهم عناصر من أركان حكومته أنها عصية على التحقيق. مواقف نتنياهو ضج منها البيت الأبيض وسئم من تكرارها، لأنها تحرج الإدارة الأمريكية أمام الرأي العام العالمي. قالها صراحة أو بجاحة أنه منتشن بأن يقول لا لأصدقائه الأمريكيين. نتنياهو أكد أنه لا دخول لأي شاحنة إلى قطاع غزة دون فحص أمني، متجاهلاً كثيرا من الانتقادات لعمليات التفتيش الإسرائيلية الطويلة والمعقدة التي تعرقل إيصال المساعدات مع تفاقم الأوضاع في القطاع المدمر. وحين ادعى دفاع حكومة نتنياهو أمام محكمة العدل الدولية أن تأخير دخول المساعدات إلى غزة يرجع إلى الجانب المصري، تبارى مسؤول وكالات الإغاثة الدولية في الإشادة بمواقف القاهرة في إنفاذ المساعدات. نتنياهو بتصريحاته المستفزة للعالم هو لا يرغب في إقامة الدولة الفلسطينية فقط، وإنما يرغب في إنهاء الوجود الفلسطيني في عنصرية لا يعرفها العالم، حتى في نظام الأبرتايد في جنوب إفريقيا التي خرجت هي مؤخرا لتكشف الوجه الحقيقي للعنصرية الإسرائيلية وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
أكد البيت الأبيض أن إسرائيل لن تعيد احتلال قطاع غزة وسيظل كما هو بعد انتهاء الحرب. وشدد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي على أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين، لافتا إلى أن عدد حالات الوفاة من المدنيين بقطاع غزة كبير جدا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية. كما أكدت الخارجية الأمريكية أهمية البحث عن حل دائم لقطاع غزة وتحقيق التعاون الدولي في إعادة إعماره مع انتهاء الحرب. وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إلى مطالب واشنطن لإسرائيل بضرورة حماية المدنيين والحفاظ على البنية التحتية للقطاع. يجب أن يكون هناك مسار سياسي للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية. هذه هي الطريقة الوحيدة، ليس فقط لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني بل لتوفير الأمن الدائم للشعب الإسرائيلي. هذا أمر بالغ الأهمية، وعلى إسرائيل أن تتخذ بعض القرارات الصعبة من أجل علاقة أفضل مع جيرانها. ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. أهلا بك دكتور إحسان. أبدأ من تصريحات نتنياهو، يقول بأن الصراع ليس على دولة فلسطينية إنما على قيام دولة يهودية. ماذا يقصد من هذا التصريح؟ تحياتي أولا. يعني موضوع ليس جديد، الإعلام الأمريكي يتعامل مع الموضوع كأنه جديد، يعني بالنسبة حتى العلاقات السعودية مع إسرائيل، الوعود بعلاقات طبيعية إذا كان هناك حل الدولتين، هو ليس جديد، لأنه مبادرة الملك عبد الله من 2002، وليس جديد إطلاقا أن تكون السعودية تقول حل الدولتين وعلاقات مبادرة الملك عبد الله. والعرب منذ الزمن يتكلمون عن أنه علاقات طبيعية إذا كان هناك حل الدولتين، ولكن إسرائيل حتى الإسلام المصري الإسرائيلي كان هناك جزء مهم منه هو الموضوع الفلسطيني، ولكن بيغن طنش الموضوع واجتاح لبنان لأنه الإسرائيلي يكذب يريد فلسطين من النهر إلى البحر دولة يهودية، وأراد في حرب غزة أخذ اعتقد هجوم أكتوبر سواء أكتوبر فرصة ذهبية. الإسرائيلي اعتبر هجوم 7 أكتوبر فرصة ذهبية، لذلك هناك من يقول أنه ربما يعني كان هناك تواطؤ من جانب الإسرائيلي عارف بالموضوع وطنش عنه كي يستغل هذه الضربة، وأنا لا أشك بذلك، ولكن استغلوا هذه الضربة ليريدون إبادة جماعية وتطهير عرقي، تطهير عرقي، التخلص من أهل غزة. أعتقد أنها فرصة ذهبية، لذلك وجدنا هذا الضرب المجنون، القصف، التجويع، ضرب المستشفيات، البنية التحتية، كانوا يريدون خلق نكبة، خلق يعني هن يريدون غزة، ولكن إذا غزة فيها مليونين فلسطيني ما بدهم إياها، فكانوا أخذوها فرصة ذهبية من البحر للنهر دولة واحدة يهودية، ولكن فشلوا في ذلك لعدة أسباب، منها المقاومة الفلسطينية الشرسة التي تفاجأوا فيها، الصمود الفلسطيني، الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الدور العربي وخاصة الدور المصري الذي وقف إلى جانب غزة، وقال للأمريكي وغيره أنه لا تحلموا بنكبة جديدة، مصر تقف مع غزة. فعند يعني من هذا يعني انه اسرائيل فشلت. الشعب الاسرائيلي عندما يسالوا هل تريد غزه، هو لا يريد العوده الى غزه. اسرائيل الشعب الاسرائيلي لا يريد غزه، لماذا؟ لانه فيها مليونين و300 الف فلسطيني، ولكن اذا كانوا موجودين، اذا كانوا خرجوا من غزه موضوع اخر. ولكن عندما الامريكي يقول انه لن تعيد احتلال غزه اسرائيل والبقاء فيها، فعلا لانه ما بدهم، لانه لا يريدون ان يكون هناك، لانه اذا عادوا عادت اسرائيل وحكمت غزه، معناتها هي مسؤوله عن إطعام ودواء، وكانت قوة احتلال مسؤولة عن مليون 300 ألف فلسطيني، لا تريد ذلك، يعني مسؤول عن البناء إذا كان هناك أمراض، فهي ورطة كبيرة لإسرائيل. إسرائيل لا تريد، كانت تريد غزة بدون أهل غزة، فعندما خسر لذلك هذا كل مشروع أفشلته المقاومة الفلسطينية، أفشلته مصر. نعم إسرائيل فشلت. نعم، هناك تصريحان ربما لديهم كثير من المعارضة لبعضهم البعض. نتنياهو يقول بأنه لا حديث عن دولة فلسطينية في أي سيناريو قادم، في المقابل
منسق الاتصالات الاستراتيجيه بمجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي يتحدث بان على الولايات المتحده ان تعمل ولن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين. اي من هذه التصريحات اكثر واقعيه وصدقا؟ الامريكي يعرف انه فكرة التي تستعمل تعبير حلم ابليس بالجنه لن يكون هناك دوله فلسطينيه، مستحيل ان يقبل، حتى رابين لم يقبل ان تكون هناك دوله فلسطينيه، الامريكي يعرف ذلك. الاسرائيلي ضد الدوله الفلسطينيه، نحن يعني بالتعبير المصري هو بيهزر يعني عندك الضفه الغربيه والقدس الشرقيه 700 الف مستوطن 500 الف مستوطن، هؤلاء سيكونوا جزء من الدوله الفلسطينيه، يعني احنا يعني حدث العقد ما يعقل، الامريكي يعرف لن يكون هناك دوله فلسطينيه، هو مش قادر يفوت الطعام على غزه، هو لماذا العرب يتعبوا مع امريكا؟ انه الامريكي يذهب الى العرب مصر وغيرها ويتكلم كلام يعني العرب يعرفوا انه كذب، انه هذا غير صحيح، يعني انا مش قادر ادخل طعام، مش قادر تمنع اسرائيل من استعمال الطعام كسلاح، تجويع الناس، قتل الاطفال. بيرني ساندرز اليهودي، الساتر اليهودي، قدم اراده يعني دراسه الموضوع في مجلس الشيوخ، فقط 11% كانوا لجان تطبيق القانون الامريكي على الموضوع حقوق الانسان واستعمال السلاح الامريكي، تصور 11%. فهم يعرفوا انه لا، امريكا لا تستطيع، الشعب الاسرائيلي لا يريد دوله فلسطينيه، وامريكا لا تستطيع ان تضغط عليهم. والذي يتكلم بشكل صادق، اسرائيل يتكلم بشكل صادق، يعني كان يكذبوا بمواربه، ساعه يقولوا اعاده تاهيل السلطه الفلسطينيه، ساعه يقولوا محاربه الارهاب ومحاربه، هو كذب، يعني الشغله معروف انه محتلين ويعملوا مستعمرات ولا يريدون دوله فلسطينيه، اصلا من 93 نحن عندنا 2024، يعني كذابين، هم كذابين، العرب اذكى منهم، ذهبوا للسعوديه ليكذبوا على السعوديه، فالسعوديه قالت لهم طبعا عملنا حل الدولتين ونحن نعمل علاقات مع اسرائيل، وهو من 2002 يقولوا ذلك. الامريكي للاسف لا يستطيع الضغط على اسرائيل، لماذا؟ اللوبي الاسرائيلي لا يستطيع الضغط على اسرائيل، اللوبي الاسرائيلي نعم. وهل هو هذا الامر الذي يدفع نتنياهو لقول للمطالب الامريكيه له في الفتره الماضيه التي جاءت على لسان بلينكين في زيارته الاخيره لتل ابيب، ان يقول له لا لكل هذه المطالب التي جئت بها، فقط لن اوسع الصراع مع حزب الله، انما بقيه العمليات العسكريه، ما يتم في قطاع غزه او حتى في الضفه الغربيه هو مستمر ولن اتوقف عنه؟ نعم، تعرف انا من فتره سالتني مذيعه عندكم بالقناه على موضوع المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه، انا اعتقد الاسرائيلي يكذب، الاسرائيلي ليس له اي دور في امريكا، يدخل مرحله اولى ثانيه، يقول انتهت من شمال غزه الى جنوب غزه، هم كذابين، هم فاشلين، فشلوا في، ما زالت الصواريخ تنطلق، ما زال هناك مقاومه فلسطينيه، هم دخلوا في مستنقع غزه، مستنقع غزه، وفشلوا في جميع النواحي، فشلوا في القضاء على حماس، فشلوا في انقاذ الرهائن، فشلوا في تهجير الفلسطينيين، فشلوا في الضغط على مصر كي تقبل بتهجير الفلسطينيين، فهم فشلوا فشلا ذريعا، الامريكي يحاول ان ينصحهم انكم فشلتوا خلص اطلعوا من هالموضوع هذا، ولكن نتنياهو مرتبط مصيره بهذه الحرب، ولذلك تمتدت الحرب، ولكن من فتره كان في السناتور الامريكي اسمه ميت رامني دخل بمعركه الرئاسه ضد اوباما في الدوره الثانيه، قال انه نحن ما عندنا حل للمشكله، نحن وي كيك ذا كان داون ذا رود، يعني نحن ندفش الموضوع، نتحدث عن السلام والدولتين ولكن لا نستطيع ان نجعل ذلك حقيقه. والكلام الامريكي يعني يقول نحن وي مانج ذا كونفليكت، نحن ندير الصراع، ليس هناك حل لانه لا يستطيعون الضغط على اسرائيل، وهذا هو الحقيقه. يعني هناك عالمان بالسياسه، واحد من شيكاغو وواحد من هارفارد، كتبوا كتاب اسمه اللوبي الاسرائيلي، وقالوا انه كل المشاكل لانه امريكا لا تستطيع الضغط على اسرائيل، وهذا غياب الضغط من امريكا على اسرائيل هو المشكله. الاسرائيلي يفعل ما يريده، يعني استعمل بيرني ساندر كلمه سوقيه قال يعني اللي يعبر عن رفض نتنياهو لما يطلبه منه بايدن، لا يريد اوري ذكره على التلفزيون، ولكن كلمه بذيئه، يعني انه يتقول له حل عني اعمل بدي اياه، وهو فعلا متكل على اللوبي الصهيوني، اللوبي الاسرائيلي يفعل ما يريد. الكلام الامريكي كله اذا امريكا لا تستطيع ان تمنع تجويع الاطفال وقتل الاطفال، مستحيل تقدر تعمل حل الدولتين. الخارجية الأمريكية تقول بأنها تبحث عن حل دائم لقطاع غزة وتحقيق التعاون الدولي من أجل إعادة الإعمار بعد الحرب، هنا تتحدث برأيك، هل لدى الخارجية الأمريكية
طرق لحل دائم لقطاع غزة كما تتحدث؟ شوف، الأمريكيين يحاولون أن يورطوا العرب بموضوع غزة، يعني بدون المال العرب يذهبوا للعرب، تعالوا العرب تعالوا لغزة، والعرب يقولون بصوت واحد، يعني يقولوا ذات الاستهلاك منذ أكثر من 100 يوم إلى اليوم، وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار، يعيد وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار، بعدين نحكي خطوات جادة على موضوع الدولتين. الآن يريدون توريط العرب بدور ما في غزة، شرطي غزة وصرف المال لبناء غزة، ولكن هاي لا، مش المشكلة هاي. العرب يقول هذه ليست مشكلة، مشكلة هي الاحتلال، مشكلة دولتين، حل الدولتين، أنتم وعدتم بذلك، نفذوا ذلك، لا تأخذوا مالنا، يعني الإمارات قالت لهم تأخذوا مالنا نبني غزة وتعود إسرائيل تهدها من جديد والصراع يستمر، يعني أنتم يعني تكذبون بالعرب، يعني صادقين. المشكلة شوف، أنا كنت محامي لفترة طويلة قبل ما أكون أستاذ، إذا أنت دخلت بعقد مع واحد كذاب مهما كتب في هذا العقد لا ينفع، أنت تتعامل مع ناس كذابين، الإسرائيلي كذاب يكذب والأمريكي يغطي له. والعرب يعني غلب حمار، يعني العرب مع امريكا ومع اسرائيل، لانه كل الكذب كلام عن حل الدولتين وهيك، واسرائيل لا تريد حل الدولتين، وامريكا تعرف انه لن يكون هناك حل دولتين، ويستمر الصراع ويموت حتى اسرائيلي ويموت فلسطيني، يعني الفلسطينيين يموتون ايضا، يعني فهذا ليس، امريكا لا تساعد، هي جزء كبير من المشكله امريكا. نعم دكتور، كانت هناك نقطه مهمه امام العدل الدولية عندما دفع ممثلي أو ممثل الدعاء لإسرائيل أمام المحكمة بأننا لا نوقف، لا نعرقل المساعدات، وإنما يعرقلها الجانب المصري، وهو ما كذبته الكثير من المنظمات التي تراقب دخول المساعدات من الجانب المصري، لكن عمليات التفتيش، عمليات منع دخول هذه الشحنات تأتي من الجانب الإسرائيلي. اليوم يعود رئيس الوزراء نتنياهو في تحدي واضح للجميع بأنه لا دخول للشاحنات إلى قطاع غزة من دون تفتيش، وهو يؤكد على ما نفوه ممثليه أمام المحكمة، محكمة العدل الدولي. برأيك هذا التحدي متنامي لدى نتنياهو، بما تفسره؟ شوف، الأمريكي منذ اليوم الأول، نحن أكثر من 100 يوم منذ الأول، منذ أكثر من 100 يوم ويقول ذات الكلام، يقول يريد من إسرائيل أن تتفادى قتل المدنيين ويريد إدخال الطعام والمساعدات منذ أكثر من 100 يوم من إسرائيل، لن يقول من مصر، يعني أنا بستغرب أصوات تقول مصر أو حتى الدول العربية الباقية، المشكلة هي إسرائيل، يعني الجماعة كل المنظمات الدولية تقول إسرائيل، الأمم المتحدة تقول إسرائيل، وتأتي أصوات نشاز، يعني للأسف تحاول خلق قطيعة ومشاكل بين الدول العربية، ليست مشكلة هي إسرائيل، إسرائيل تستخدم الطعام والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية كسلاح، تريد تشويه هؤلاء الناس، تريد قتلهم، تريد نشر الأمراض بينهم، هي تريد ذلك، فهي المشكله، والامريكي يعرف ذلك، الامم المتحده تعرف ذلك، الكل يعرف ذلك، هي اسرائيل المشكله، وهي سياسه الاعلام كتب عنها، هي سياسه مدروسه من اسرائيل، ليست حادثه، هم يفعلون ذلك، يخططون لاباده هذا الشعب، لكسر الشعب هذا ونشر الامراض بينهم وتشبيعهم وقتلهم بالجوع، يتصور هناك مجاعه، تصور فيها بال 2024 هناك مجاعه وهناك كميه هائله من الطعام لادخالها، ولكن الاسرائيلي كتب جرائد انه يعيد الشاحنات اذا وجد شيء ما، قال هذا لا يجب ان ندخل، يعيد الشاحنه كما هي، يعني هم هي سياسه ومنهجه من اسرائيل، والامريكي لا يضغط على الاسرائيلي، الامريكي يعرف اين المشكله، الامم المتحده تعرف اين المشكله، كل العالم تعرف اين المشكله، المشكله هي اسرائيل عندها عنوان، والأمريكي لا يضغط للأسف، فهو يدافع ويغطي على الإسرائيلي. إذن لم بالنسبة لإسرائيل لم تشكل فارقا تقديم دعوة أمام العدل الدولية، هي مستمرة مهما حدث أمام المحاكم الدولية، هل القوة تستمدها من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إذا صدر حكم من محكمة العدل الدولية وربما نذهب إلى الجنايات الدولية؟ شوف، نحن المشكلة الأساسية أنه كما تفضلت إسرائيل لا تهتم، إسرائيل تصور هذه الدولة الصغيرة تقول أنا لا أهتم، المحكمة الدولية، القضاة الدولية، الأمم المتحدة، أمين العام، يعني هاجموا بمبنى الأمم المتحدة، هاجموا الأمين العام، هاجموا الأمم المتحدة، كلهم معادين للسامية، لماذا تقول تتكلم بهذا الشكل إسرائيل؟ أنت تعرف تعتمد على أمريكا كما تفضلت، أمريكا هي إسرائيل، أمريكا طرف واحد، خاصة اليوم حرب غزة تبين أن أكثر من أي وقت مضى أن هناك إسرائيل وأمريكا طرف واحد،
طرف واحد تماما، رغم انه كلام هنا وهناك يعني امريكي يتكلم عن انه دخول الطعام، ولكن لا يضغط على اسرائيل، ما هو الشريك، ما هو يقدم السلاح، هو يقدم المال، هو يحمي. يعني محكمه العدل الدوليه لو اخذت قرار، ما انت بحاجه الى مجلس السلام لتطبيقه. امريكا تعتبر الموضوع موضوعها هي، تعتبر انه كل شيء ملاحقه اسرائيل هو ملاحقتها، وهي ستضغط على حلفائها مثل بريطانيا، ربما المانيا، فرنسا، ليكونوا لجانبها في المعركه ضد بقيه العالم. فامريكا تعتبر هذه الحرب حربها، لذلك اسرائيل غير مكترثه، هذه الدوله الصغيره غير مكترثه. لكن هناك خلافات تتنامى يوما بعد يوم دكتور إحسان داخل هذه الحكومة. وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت يقول بأن لا حل كامل لمناطق الفصائل الفلسطينية في غزة، وربما هذا إعلان صريح بفشل العمليات العسكرية لإسرائيل داخل قطاع غزة. فإذا كان هناك هذا الفشل والاعتراف به من قادة الجيش الإسرائيلي، لما الاستمرار في هذه الحرب؟ شوف، دخلوا بمستنقع غزة وكل الخيارات بالنسبة لهم مرة، ما في أساس هناك خيار جيد. يعني حتى مثل أمريكا لما دخلت بأفغانستان، أمريكا 20 عاما في أفغانستان صرفت تريليون دولار يمكن، وقديش مات ناس وقديش، 20 عاما، وبعدها انسحبت بحماية الطالبان. تصور أمريكا تخرج من أفغانستان بحماية الطالبان، لأن تنظيم الدولة كان يهاجم الأمريكان وال 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 والطالبان. تصور يعني، ففيتنام، حرب فيتنام، حرب لبنان، احتل إسرائيل جنوب لبنان فترة طويلة وبعدين انسحبت. يعني هم يعني في مستنقع، ولكن هو الأمر السياسي الداخلي بالنسبة لنتنياهو من مصلحته استمرار هذه المعركة، وليس عندهم حل. هم يعني عمليا هم إذا انسحبوا، إذا وقف الحرب، يعني يعلنوا أن حماس انتصرت، أنه عندهم مشكلة ونهاية نتنياهو وانتصر حماس، وهذه هي الحقيقة المرة، أنه انتصرت حماس عليهم وانهزم نتنياهو وانتهى نتنياهو عمليا. إذن المعضلة أصبحت نتنياهو نفسه، ليس فقط حكومته، إنما الأمر يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي. إلى أي مدى سيصل الدعم الأمريكي لنتنياهو للاستمرار في الحكومة، أم أن أمريكا بدأت بالفعل البحث عن بديل لرئيس الوزراء الإسرائيلي؟ شوف، هناك تفاوت بالآراء، ولكن ليس هناك خلاف، تفاوت بالآراء. يعني هناك مثل كأنه عائلة مختلفة من بعض، طريقة تعامل بايدن معهم أنهم عائلة واحدة. هو حي عنده أولاده يعني متزوجين من يهود، بايدن، يعني هو بيعتبر إسرائيل من عائلته. فهو لما يتكلم أنه اختلف مع نتنياهو، هو صديقي ولكن اختلف معه، فهو لم يعني دعم إسرائيل غير محدود. يعني يمكن بتاريخ كل تاريخ الإنسانية لا تجد وضع مشابه لوضع إسرائيل وأمريكا، دولة عظمى تدعم دولة صغيرة بهذا الشكل. فكل الموضوع أنه ضغط، ليس ضغط إطلاقا، هناك نصيحة توجه من أمريكا لا نتنياهو، ونتنياهو تجاهل. لا تستطيع استبدال نتنياهو أمريكا، لا تريد أن تظهر أن تتدخل بالشأن الداخلي الإسرائيلي، كان لا يستعمل نتنياهو التدخل الأمريكي لتقوية شعبيته في إسرائيل، إنه أمريكا تريد أن تحكمنا أو تقول لنا ما نفعل. فبايدن حذر بهذا الموضوع، ولكن المجتمع الإسرائيلي هو متطرف أيضا. يعني هو ليس غاضب من إبادة غزة، هو ما عنده مشكلة بإبادة غزة، يعني مختلفين ماذا نفعل بغزة، ولكن إنه حق الفلسطيني دولة تين، انه هناك ناس تبات تجوع على بعد كيلومترات منهم، غير مهتمين. مش نمر اسرائيل غير مهتم، حتى امريكا يعني موضوع غزه مش المهم. يعني من لا يعني صحيح هناك مظاهرات هنا وهناك، ولكن كمجمل الشعب اكثر من 300 مليون انسان، ليس موضوع مهم بالنسبه لامريكا موضوع غزه. لكن هناك اصوات بدات تتنامى في اسرائيل تطالب نتنياهو بالاستقاله وتشكيل حكومة جديدة. ربما هذه الأصوات ليست من الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كانت ترى بأنها عائلة واحدة، إنما الأمر من داخل إسرائيل. هناك استنزاف كامل، وهناك مطالبات وانقسامات داخلية داخل الحكومة أو داخل مجلس الحرب تتنامى يوما بعد يوم. اختلاف الأهداف، اختلاف الرؤية، كذلك أيضا تنامي هذه الأصوات من رئيس الوزراء أهود باراك السابق، كذلك أيضا يطالب نتنياهو بالاستقالة وتشكيل حكومة جديدة. فبالتالي هناك انقسام داخلي داخل إسرائيل، يرى أن هذه الحكومة لم تحقق أي من أهدافها، وإنما يجب أن تتحمل مسؤولية الفشل، سواء في 7 من أكتوبر أو ما تلاه من عمليات عسكرية داخل قطاع غزة. شوف، المجتمع الإسرائيلي مهتم بشيء واحد فقط، هو موضوع الرهائن.
هذا هو الضغط على الحقيقة على الحكومة، هو موضوع الرهائن. غير موضوع الرهائن، ما بعتقد المجتمع الإسرائيلي يهتم كثيرا لحرب غزة، إنه مشاكل غزة وحرب غزة بالنسبة لهم مشكلة مستديمة، وهم اعتادوا إنه دولتهم تحارب وهم في وادي آخر، يعني بتحارب بالجنوب لبنان، تحارب بغزة، المستعمرات بالضفة الغربية، يعني اعتاد الإسرائيلي إنه هناك حرب مستمرة. ولكن الموضوع الذي حرك الاهتمام الإسرائيلي هو موضوع الرهائن، هذا هو الذي حرك الضغط الداخلي الإسرائيلي. ولكن تفاوت الآراء بيناتهم أنه هذا يريد أن يأخذ مقعد هنا، هذا يريد أن يزيد رئيس الحكومة ويجلس مكانه، لن يغير معطياته، ما زالت البلد هذه عندها مشكلة مع الفلسطينيين، عندها مشكلة مع غزة، عندها مشكلة مع حماس، عندها مشكلة بالضفة الغربية. ليس فقط الكلام عن غزة، يعني يغطي أنه حتى بالضفة الغربية هناك حرب أيضا، هناك خنق اقتصاد الضفة الغربية، هناك مشاكل بالضفة الغربية، هناك قتل بالضفة الغربية، الجيش والمستعمرين، فهناك مشكلة كبيرة. ولكن الإسرائيلي هناك خلافات، أنا أعتقد يميلون إلى تأجيل الانتخابات إلى بعد انتهاء حرب غزة، لذلك مصلحة نتنياهو إطالة هذه الحرب لأطول فترة ممكنة لهم. صحيح، ربما موضوع المحتجزين دكتور تتحدث بأنه له أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، لكن الجديد بأن الجيش أعلن العثور على جثث 21 محتجزا في خان يونس من الذين كانت تحتجزهم فصائل الفلسطينية، فبالتالي هناك أيضا هدف يتم قتله وفي الأغلب من القصف الإسرائيلي. هل سيغير هذا من المعادلة؟ هل سيزيد المطالب التي تطالب الحكومة بسرعة إجراء صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية؟ نعم، شوف، هناك ضغط من أهل الرهائن ومن المحتجزين ومن الذين يناصرونهم، ولكن بعتقد حتى بشكل عام يعني هم لا يشكلون هؤلاء هذه الفئة لا تشكل الفئة العظمى من الناخب الإسرائيلي. لا أعتقد هم الفئة الأكبر من الناخب الإسرائيلي، يعني هم فئة مهمة ويتظاهروا ويذهبوا إلى مكتب رئيس الوزراء، يعني والتغطية العالمية قوية، ولكن هم ليسوا بعتقد يعني الأغلبية التي تغير المعادلة، يعني هم لوبي بنعاد لوبي يعني ضاغط على الحكومة الإسرائيلية. ولكن المجتمع الإسرائيلي هناك من يعارض أن يتم التبادل، هناك أصوات ولكن لا تعلو، ولكن هناك من يرفض أيضا أن يتم إخراج كل الفلسطينيين من السجن، فهناك خلاف داخل إسرائيلي هذا يعقد الأمر. لو كان هناك الأغلبية الإسرائيلية تريد التبادل، الأغلبية الإسرائيلية غير راضية، لكان تغير الوضع. لكن هناك الإعلام يركز على أهل الرهائن ودعيمهم، ولكن هناك طرف آخر أيضا داخل إسرائيل لا يريد ذلك، وربما هذا ما دفع إسرائيل لرفع بروتوكول هانيبال منذ بداية هذه الحرب، وهو فكرة القضاء على أي شيء حتى وإن كان أسيرا، يفضل أن يكون مقتول على أن يكون أسير. شكرا جزيلا لك دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت، شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا عزيز. طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل بتخفيف حدة عملياتها في قطاع غزة بسبب الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين وفقا لتقارير إعلامية غربية. يأتي ذلك في الوقت الذي سحبت فيه إسرائيل آلاف الجنود تمهيدا لبدء المرحلة الثالثة من الحرب على غزة. المزيد في سياق العرض التالي. إذن رغم الدعم الكبير الذي تقدمه واشنطن إلى تل أبيب في حربها اللاإنسانية في قطاع غزة، فإن خلافات ظهرت مؤخرا بين إدارة بايدن ونتنياهو ألقت بظلالها على الأوضاع، حيث كشفت تقارير إعلامية أن العلاقة بين الطرفين قد تأزمت كثيرا بسبب تصرفات نتنياهو واستمراره في مخططاته التي تخالف ولو نسبيا رغبة واشنطن في سير العملية العسكرية بالقطاع. تقارير أمريكية أكدت أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي ليست على ما يرام، فبعد تواصل شبه يومي منذ 7 أكتوبر لم يتحدث بايدن ونتنياهو سويا منذ ديسمبر الماضي، حيث كشف موقع أكسيوس نقلا عن 4 مسؤولين أمريكيين أن بايدن يشعر بإحباط متزايد تجاه نتنياهو بسبب رفضه معظم الطلبات الإدارة الأمريكية بشأن الحرب في غزة.
التقارير الأمريكية أكدت أيضا أن العلاقة توترت بسبب دعم واشنطن المتواصل لإسرائيل في تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة بغزة، الأمر الذي سيسمح بالحد من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وتوزيع المساعدات الإنسانية بحرية أكبر. إلا أن نتنياهو لم يسمح بذلك، بل استمر في تنفيذ فكرته بغزو القطاع على مراحل عدة. ومع الضغط الأمريكي المستمر ومحاولة واشنطن تأييد وجه بايدن الذي بدأ في صراع قوي للبقاء في فترة رئاسية جديدة في ظل منافسة شرسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، سحبت إسرائيل الآلاف من جنودها من قطاع غزة بعد ضغوط من الولايات المتحدة للانتقال إلى مرحلة أقل حدة وأكثر دقة في حربها ضد حماس، بحسب ما قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. الصحيفة أشارت إلى أن خطوة سحب الجنود أثارت مخاوف بعض المسؤولين الإسرائيليين على اعتبار أن الانسحاب سيقوض الهدف الاستراتيجي والمتمثل في القضاء على حركة حماس، مما قد يعرض البلاد من وجهة نظرهم لهجمات أخرى جديدة تشبه ما حدث في 7 أكتوبر، وهو أمر ترفضه الإدارتان الأمريكية والإسرائيلية أيضاً. ورغم المخاوف الإسرائيلية من خطوة سحب الجنود التي يرى البعض أنها لتوفير بعض الأموال للاقتصاد الإسرائيلي الذي بات يعاني بشدة مع استمرار العمليات في القطاع، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري أكد أن إسرائيل لديها 3 فرق تقاتل في غزة، واحدة شمالا والثانية في وسطها والثالثة في جنوبها، وأشار إلى أن الفرقة 34 تم سحبها للراحة والتدريب، وأضاف أن الانتشار الكبير في المرحلة الحالية في مدينة خان يونس معقل الفصائل الفلسطينية. إذن محاولة تل أبيب إرضاء واشنطن بتخفيف العمليات الموسعة وسحب الجنود تسببت في غضب كبير في الداخل الإسرائيلي، حيث وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير انتقادات لاذعة لقادة جيش الاحتلال، وأكد أن مجلس الحرب مصمم على اتخاذ قرارات خاطئة مما يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة، وهو أمر يشير إلى تزايد الانقسام في الداخل الإسرائيلي. أكد وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يقول رئيس وزراء إسرائيل إن هذه الحرب ستستمر حتى عام 2025. وأوضح مارتن أن الحل العسكري وحده لن ينجح في حل تلك الأزمة، مطالبا إسرائيل بالتركيز على كيفية إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن. من غير المقبول على الإطلاق أن يقول رئيس وزراء إسرائيل إن هذه الحرب ستستمر حتى عام 2025. استمرار تلك الحرب يعني فقدان الكثير من الأرواح البريئة، والحل العسكري وحده لن ينجح في حل تلك الأزمة. نشعر بالفزع عندما نرى الأطفال في غزة يموتون بهذه الطريقة الوحشية، لذلك يتعين على نتنياهو التركيز على كيفية إنهاء هذا الأمر في أسرع وقت ممكن. دعا البرلمان الأوروبي للمرة الأولى إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع المحاصر، وتمت الموافقة على قرار البرلمان الأوروبي بأغلبية 312 صوتا مقابل 131 صوتا وامتناع 72 عضوا عن التصويت. للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، دعا البرلمان الأوروبي إلى وقف دائم لإطلاق النار والبدء في الجهود السياسية من أجل إيجاد حل للحرب الدائرة في القطاع منذ أكثر من 100 يوم، فضلاً عن ضرورة الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع المحاصر. القرار الأوروبي الذي وصف بالتحول الكبير تجاه الحرب في غزة أيده 312 من أعضاء البرلمان، فيما أعلن 131 عن رفضهم للقرار، وامتنع 72 آخرون عن التصويت. وقد أيدت الجماعات ذات الميول اليسارية والوسطية في البرلمان الأوروبي القرار، فيما تحفظ عليه أعضاء حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط.
القرار التاريخي للبرلمان الأوروبي تمت الموافقة عليه بعد تعديل ينص على أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون مشروطاً بالإفراج عن جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية وتفكيك حركة حماس، كما أكد البرلمان في قراره دعمه الكامل لعمل محكمة العدل الدولية في الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل الخاصة بارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة. الدعوة الأوروبية إلى وقف إطلاق النار مثل تحولاً كبيراً في الموقف السابق للبرلمان، والذي يأتي تزامناً مع المظاهرات التي تشهدها العواصم الأوروبية للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت إنه لا حل كامل لمناطق الفصائل الفلسطينية في غزة، مدعياً أنهم دمروا الأطر التنظيمية للفصائل بشمال القطاع. وأضاف جالانت أن الفصائل الفلسطينية باتت أكثر ضعفاً ولا تحصل على الإمدادات ولا تستطيع السيطرة على الأمور في غزة، وأكد أن تل أبيب عليها الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال، مشيراً إلى أنهم لا يرغبون في الوصول إلى حرب هناك ويريدون إعادة مواطنيهم إلى هناك بأمان. فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثث 21 محتجزا في خان يونس وتم نقلها إلى إسرائيل ليلة الماضية. هذا وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 28 عسكريا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وأعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 527 منذ 7 من أكتوبر الماضي، بينما بلغ عدد المصابين 2602 من الجنود. من القدس المحتلة ينضم إلينا الدكتور علي الأعور، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. أولا أذهب إلى حديث وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت الذي قال أنه لا حل كامل لمناطق الفصائل الفلسطينية. ماذا يعني بهذا الأمر؟ هل يعني أن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته في تحقيق أهدافه في السيطرة على قطاع غزة والقضاء على الفصائل الفلسطينية؟ نعم، تحياتي لكم من القدس المحتلة وتحياتي للسادة المشاهدين. يعني بالتأكيد تغير كبير في خطاب يوآف جالانت وزير الدفاع بالأمس، وبالأمس القريب كان ينادي ويصرح بتدمير كافة القوى الفلسطينية المقاومة وتدمير قوة حماس العسكرية وحركة الجهاد الإسلامي، ولكن اليوم هو يتحدث لأنه من الصعب ربما تدمير هذه الفصائل، ولكن ربما يتحدث عن فعل معين بأنه تم على الأقل تفكيكها وبالتالي عدم قدرتها على مواصلة المقاومة. أنا بتقديري ربما يوقف جالانت يتحدث عن المعطيات على الأرض، يتحدث عن معطيات جديدة على الأرض بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تدمير كل هذه القوة أو تدمير قوتها العسكرية. إذا هذا اعتراف بما يجري على الأرض الآن. نعم تمكن من إضعاف قدراتها إلى حد ما، ولكن هي ما زالت أيضا تقوم بإطلاق رشقات صاروخية على نتيفوت وعلى الزيروت وعلى غلاف غزة، وأيضا تقوم من شمال غزة بإطلاق رشقات صاروخية على شمال تل أبيب. إذا نحن نتحدث عن معطيات جديدة. الآن يبدو أن أهداف إسرائيل بدأت تتراجع شيئا فشيئا، ولم يعد ربما القضاء على حماس أو القضاء على المقاومة أو حتى الوصول إلى رأس يحيى السنوار من ضمن أهدافها. الآن الحديث في إسرائيل في داخل الشارع الإسرائيلي يتحدث عن خطة سياسية من أجل الانسحاب من قطاع غزة. نعم نتنياهو يريد الاستمرار الحرب، يريد استمرارها حتى عام 2025. نتنياهو يرفض ويعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولكنه يجهل ما حدث منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم. يبدو أن نتنياهو حتى هذه اللحظة لم يفيق من الصدمة التي أصابته، وحتى اليوم ما زال يدمر ويقتل. نتنياهو 15 عاما وهو رئيس حكومة إسرائيل، وبالتالي بالأمس كانت تصريحات لأيزنكوت وهو عضو مجلس الحرب قال
بأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الأولى عما حصل في 7 أكتوبر، وأن كل من كان مسؤول أو وزير أو رئيس حكومة أو مسؤول أمني أو سياسي حتى 10 سنوات قبل 7 أكتوبر وكان يقصد نتنياهو يتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية لما حدث في 7 أكتوبر. إذا نتنياهو ما زال يقتل الأطفال ويقصف المستشفيات، هو لديه انتقام، يقول الحرب مستمرة إلى عام 2025. هو يعلم جيدا أنه لم يعد هناك أهداف في غزة، هو دمر غزة بالكامل وقتل 24,000 شهيد و 61,000 جريح، هو يعلم جيدا، ولكن ما زال الانتقام والحقد في قلبه، يريد قتل الشعب الفلسطيني، لأن 7 أكتوبر أهان نتنياهو أولا وأهان هيبة إسرائيل ثانيا، وبالتالي دمر أسطورة الجيش الذي لا يقهر ثالثا، ورابعا إسرائيل لم تعد كما كانت في الشرق الأوسط، إذا أضاع هيبة إسرائيل التي كانت موجودة في الشرق الأوسط، والآن نتنياهو يريد أن ينتقم من الشعب الفلسطيني. انظر اليوم مواقف إيرلندا، مواقف إسبانيا، مواقف الاتحاد الأوروبي، ترى أن المشكلة في نتنياهو. نتنياهو هو الذي يؤسس لمرحلة جديدة من شلال الدم، ولا يريد حتى اتفاق سياسي. يعني نتنياهو عندما يعارض دولة فلسطينية، هل يعتقد بأنه يوفر الأمن والأمان للإسرائيليين؟ طب أخي الكريم، أنا بأكد لك، من القدس المحتلة لا أمن ولا أمان ولا سلام لإسرائيل ولا حتى للشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال. لكن وصل بنتنياهو دكتور علي بالحديث بأنه يقول المفترض ليس الحديث عن دولة فلسطينية بل عن قيام دولة يهودية وبين قوسين يهودية وليس قيام دولة إسرائيلية. لماذا يعيد الحديث عن هذه النقطة وهو يلقى كل هذا الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وإن انسحب منه هذا الدعم من بعض الدول الغربية بعد مرور أكثر من 100 يوم على هذه الحرب؟ يعني يبدو أن نتنياهو أيضا يريد أن يعود إلى المرحلة السابقة، ما زال يتبنى فكر جابوتينسكي ومناحم بيغن وبن غوريون في السيطرة على الأرض وإقامة دولة يهودية نقية بدون وجود العرب فيها وما إلى ذلك. يعني معنى ذلك مفهوم التطهير العرقي موجود لديه، مفهوم أو مخطط التهجير القسري موجود لديه، ولكن نتنياهو الآن أمام معطيات جديدة جدا حتى في داخل إسرائيل. نتنياهو يعود إلى 2018 عندما قام بسن قانون القومية. قانون القومية يعني هو النفي وتجاهل وتهميش كل من هو غير يهودي في داخل إسرائيل، بمعنى أن اليهود فقط هم في إسرائيل والبقية الآخرون هم لا يمثلون أي شيء، وحتى مفهوم الأقلية لم يتناول. إذن نتنياهو يتبنى أفكار راديكالية جدا، أفكار اليمين واليمين المتطرف، ولكن عليه الآن أن يقف وقفة جدية مع نفسه ويرى بأن هناك أعداد من القتلى في الجيش الإسرائيلي، يوميا يقتل ضباط وجنود بالجيش الإسرائيلي، يوميا المروحيات العسكرية الإسرائيلية تحمل جرحى إلى مستشفى سوروكا وإلى مستشفى تشعار السادك في القدس ومستشفى حيفا ومستشفى يخلف في تل أبيب. نتنياهو ما زال يتجاهل كل هذه الحقيقة على الأرض. بالأمس ماذا فعل الجمهور الإسرائيلي؟ أغلق أكبر شارع في إسرائيل، مظاهرات ضخمة كانت في تل أبيب، أغلقوا شارع أيالون، شارع أيالون الذي يربط من الشمال إلى الجنوب، وبالتالي أغلقوه بالكامل، لم تعد هناك أي حركة. إذن هناك شل الحركة، أولا حركة المواصلات العامة، وثاني شل الحركة التجارية. ونسي نتنياهو أيضا 70 مليار دولار حتى اليوم وصلت خسائر إسرائيل الاقتصادية. الخلافات الآن مع البيت الأبيض كبيرة جدا، الخلافات مع بايدن أيضا كبيرة جدا. نتنياهو أمام بتقديري أمام منعطف خطير جدا، ربما أيام قليلة ويعود إلى بيته وفقا لمطالب وهتافات الجماهير في إسرائيل. لكن العودة إلى بيته لن تكون بطريق ممهد دكتور علي، هناك محاكمة تنتظر نتنياهو، هناك جرائم، فبالتالي هل سيكون الذهاب إلى بيته بالطريقة السهلة أم أنه سيستمر في أهدافه حتى يبتعد عن المحاكمة؟ يقول بأنه قد حقق نصرا لإسرائيل. أولا العودة إلى بيته هذه تأتي في إطار الهتافات التي يطلقها الجمهور الإسرائيلي، ولكن بالتأكيد العودة إلى بيته لن يذهب بسيارة سوداء معتمة إلى بيته، لا، هناك لجان تحقيق تنتظره. بالأمس كان أيزنكوت عضو مجلس الحرب، وهو الذي فقد ابنه الأصغر في غزة، ابنه سقط في غزة وكان من الجنود الذين كانوا في غزة، ماذا قال؟ قال نتنياهو يتحمل المسؤولية الأولى. يعني ما فيش هناك، نعم هناك مسؤولية للجيش، للشباك، للمخابرات، للموساد، ولكن نتنياهو هو رقم واحد. إذا معنى ذلك لجان التحقيق تنتظر نتنياهو في هذه القضية، وهي الفشل الأمني والاستخباراتي في 7 أكتوبر. قضية أخرى تنتظر أيضا نتنياهو في شهر فبراير، وهو متهم بثلاث قضايا: الرشوة
والاحتيال وخيانة الأمانة. إذا نتنياهو بكل الأحوال هو في محكمة المحكمة المركزية في القدس. ولكن دعنا نعود إلى نقطة مهمة جدا اليوم، ربما بالتأكيد هي محل نقاش ومحور نقاش في إسرائيل، وهي الخلاف مع الإدارة الأمريكية والخلاف مع مجلس الحرب. نتنياهو كان يريد تدمير الشرق الأوسط، كان يريد حرب إقليمية في الشرق الأوسط. ماذا قال أيزنكوت؟ قال منعنا وجودنا، يعني وجود أيزنكوت في مجلس الحرب قال منعت خطأ استراتيجي. كان هناك قرار من نتنياهو بشأن حرب على حزب الله، بمعنى أن المنطقة سوف كانت تشتعل، ولكن قال منعت هذا الخطأ الاستراتيجي، وكان ربما الضغط الأمريكي منع نتنياهو. الطائرات الحربية الإسرائيلية في الجو تريد أن تقصف لبنان، وكأن نتنياهو يعتبر بأن العواصم العربية يمكن على الأقل استباحتها بهذا الشكل. لا يا نتنياهو، نحن الآن في القرن 21، نحن الآن أمام تطورات كبيرة جدا في مصر وفي كل الدول العربية. نعم. هناك مواقف مهمة جدا، لا تهجير، ولن تسمح مصر بتهجير أي فلسطيني واحد إلى أراضيها أو إلى سيناء. نعم، هذه الجزئية مهمة دكتور علي، هي فكرة أن العسكريين يدركون خطورة ما يقدم عليه نتنياهو من أمور. هم يعلمون جيدا على الأرض كم الخسائر في صفوف الجنود، وهي بالطبع الأرقام الرسمية التي تخرج من الجيش تقابلها أرقام أخرى تخرج من المستشفيات تبين أن حجم الخسائر هو حجم كبير جدا. منعهم من شن حرب على حزب الله، وربما هذه هي الجزئية التي وافق عليها أيضا نتنياهو في حديثه مع بلينكين بأنه سيوافق على عدم توسيعة الصراع مع حزب الله، إنما الحرب مستمرة على قطاع غزة. هذه الأصوات العسكرية هل هي قادرة على إيقاف نتنياهو عن تحقيق أهدافه؟ هل يمكن أن يتخلوا عنه في فترة من الفترات؟ يعني ربما الأصوات هي لم تأتي من مصادر مسؤولين أمنيين صغار، هي تأتي من يوآف جالانت وزير الدفاع، قال يجب أن تكون هناك خطة لليوم التالي. قال لنتنياهو يجب أن تكون هناك خطة لليوم التالي للحرب. أيزنكوت جانس يلوح بالاستقالة ويريد الخروج من مجلس الحرب ومن حكومة الطوارئ التي شكلها نتنياهو. هناك أصوات نعم بمسؤولين، نتحدث عن رئيس الشباك، نتحدث عن رئيس الموساد ديفيد برنياع، وبالتالي هناك أصوات ربما تؤثر بشكل كبير في الأيام القادمة. نعم الآن نتنياهو على الأقل هو يلتزم بقرارات بن غفير وسموتريتش، ولكن الأمور في الميدان، المعطيات على الأرض هي أشكرك. تتعقد بشكل أكبر أمام نتنياهو. انظر ماذا حصل يوم أمس. نعم. يتحدثون عن عشرات الجرحى في الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أكثر من 6000 جريح. ودانيال هاجاري الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي يتحدث عن 2600 جريح. المستشفيات، مستشفى سروكا، مستشفى رمضان في حيفا، وهو ما يوضح حجم الخسائر الكبير. دكتور علي أشكرك شكرا جزيلا. دكتور علي الأعور الكاتب والباحث السياسي والخبير في شؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه التغطية على رأس الساعة، نشرة إخبارية مفصلة من القاهرة الإخبارية، أرجو أن تبقوا معنا.